بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم تنتكلموا على المقاومة الجسورة زهرة معتاد الملقبة بالوطنية. أنا الإبن ديالها الحاج إله العلوي المنسق العام للحزب إصلاح الدنيا. الحاجة زهرة معتاد المزادة 1927 قامت بعدة عملات الحركة المقاومة. أولا الحاجة زهرة معتاد الملقبة بالوطنية اعتقلت عدة مرات. اعتقال الأول ديال العملية ديال مصر سنترال، انفجار مصر سنترال بمشاركة منصور الحريزي ومحمد زرقتوني، ثم كانت معها الأصدقاء ديالها، وكانت هذه الجسورة المقاومة الفادة زهرة معتاد تتخبي المقاومين في قريبوان وتتخبي الأسلحة ذخيرة الأسلحة، ثم توزع المناشر بدراجتها النارية. السيدة زهرة معتاد كانت تحكم عليها بالإعدام وما تمش عليها الإعدام لأنه كانت حاملة. الاعتقال الأول، عدة اعتقالات، آخر اعتقال ديالها هو القضية ديال العملية ديال مصر سنترال وعملية ديال كاري سنترال. كانت الصديقة ديالها وهي السيدة رقية منصور خت منصور الحريزي اللي قام معها بعملية ديال انفجار قنبلة مصر سنترال، وكانت معها الصديقة الوفية ديالها وهي أم الدكتور الخطيب بنت القباس، وكانت الحاجة زهرة عادت من الشيجن، وكانت ما تتعرفش شنو هو الخوف وما تتعرفش، وكانت دفعت على الشرعية الملكية على البطل التحرير محمد الخامس رحمه الله وشركه في الكفاح الملك الحسن الثاني رحمه الله. كانت تصوب قنبلة وتوزعهم، ثم تخبي الذخيرات ديال الأسلحة، ثم تخفي الفدائيين في منزلها غريغوان في دار السلطان في دوز التعذيب في المعتقل ديال المعارف. هذيك الساعه مع المستعمر كان الكوماندر الروسي كان تيشدوها وتعملوها بخنشه وتيكركبوها من الدروج وتديروا لها الماء والجريدين والشيفون، ثم تطلعوها التعذيب وتخلوها بالجوع باش تعترف بالفدائيين. هكا حاولوا باش يهربوها من المعتقل. العملية تفرشت وعرفوها. القاتلين الأخرانية عطوها جوج قرطاسات الفخذ ديالها، طاحت عاودوا جابوها دخلوها مستعمرين قوا عليها بالتعذيب. كانت الحاجة زهرة معتاد الملقبة بالوطنية ما عندهاش لحظة الخوف. هنا سي محمد الكتيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كان عطاها وسام، وهو العميل
من بوكر. كانت السيده زهره معتاد نعموا عليها ب بحد عريفه، ولكن في البلاط كانت تكلفت باللعبله هذيك الساعه، وكانت عندها علاقه مع لالة خديجة أم محمد الخامس. الحاجة زهراء معتاد خشو عرفها الشباب ديال اليوم والتاريخ، لأن أول مقاومة وأول مرأة اللي في التاريخ وهي الحاجة زهراء معتاد الملقبة بالوطن. كان داروا لها التكريم ديالها، وكان الحسن الثاني رحمه الله كانت عزيزة عليه عزيزة عليه عزيزة عليه، تعيط عليها شبح لالة زهرة. حسن تاني تعيط لالة زهرة المقاومة الجسورة الكريمة، كانت ديانية وتتموت على وطنها وعلى أرضها وعلى بلادها. واحد كان واحد البياع مشات عنده وكان يريح عند واحد، وكانوا ديك الساعه مانعين الكارو والخميره، وقالت لي غتعطيني غير هو طلع باش يعطيها شي حاجه، وجبدت الفردي وعطاتو ضرباتو وركبت على الدراجه الناريه ومشات. كانوا سخروها هي اللي كانت مشات جابت الفنيدات باش ديال السم. مع من جابتهم؟ كان جابتهم عند الدكتور عبد الكريم الخطيب، اول شيروجيان، وكان الدكتور عبد الكريم الخطيب عنده المحل ديالو في طريق مديونه. كان الفدائي اللي ضربوه تيدو لطريق مديونه وتعالجو الدكتور عبد الكريم الخطيب. هنا الدكتور عبد الكريم الخطيب عطاها شي شي فانيد داتو، عطاتو الزرقطوني وعطات هذوك الفنيد فرقوهم عليه خمسه ديال المقاومين كبار، هذا الشيء قدموها المستعمرين، تحكمت بالاعدام وهي حامله. وخروا الاعدام علاش؟ لانه كانت حامله بالابن الكبير عزيزي محمد. هذيك الساعه مني شافوها حال هذاك هو الوقت ديالها، كانوا عقلوا باش تموت، ولكن قال لك لا تحسب الذي قتل في سبيل الله أموات بل أحيا عند ربهم يرزقون. الشباب بأنه كنعرفوا الحاجة زهرة الوطنية وهي مقاومة جسورة، مقاومة كبيرة، مقاومة ضحت بالغالي والنفيس في سبيل الشرعية الملكية، في سبيل الشرعية الملكية وفي سبيل استقلال البلاد وإرجاع الملك البطل ركساء هنداك محمد الخامس رحمه الله. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.